الحكم النهائي على الفنان المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. امبارح 25 نوفمبر في محكمة جنايات شمال القاهرة تم الحكم النهائي على الفنان سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات. طيب ايه الحكاية؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. يوم 10 سبتمبر 2024 سعد الصغير كان راجع من رحلة فنية من أمريكا، وتم توقفه في مطار القاهرة، وبتفتيش الحقائب بتاعته تلاحظ وجود بعض البروز في إحدى الحقائب، وبتفتيش البروز وجد 10 سجائر إلكترونية. بتفتيش السجائر الإلكترونية وجد إن هي بتحتوي على نبات المرجوانة المخدر. تم اصطحاب الفنان سعد الصغير الى البحث الجنائي، وتم اخذ عينة مخدرات، تحليل دم مخدرات، وتم الكشف على حيازة مخدر المرجوانة المخدر، نبات المرجوانة المخدر، وتم احتجاز الفنان سعد الصغير 4 ايام على ذمة التحقيق. والتحقيق في التجديد تم تجديد 15 يوم و15 يوم كمان، ويوم 25 نوفمبر أول امبارح تم الحكم النهائي على الفنان سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازة المخدرات. بنتمنى كل الخير للفنان الجميل سعد الصغير، وإنه يقضي فترة السجن بطريقة مختلفة، سجن مشدد لحيازة المخدرات. ولكن الرسالة اللي عايزين نقولها ان مصر اكبر من اي حد، القانون ما فيش حد فوق القانون. حيازة المخدرات في المطار دي جريمة كبيرة جدا، حتى لو كان للتعاطي، فلكن الحيازة نفسها بتفرق في القانون. كل الدعم من الفنان الجميل اللي اسعدنا كتير سعد الصغير، وانه يقضي فترة السجن على خير، وربما ان فترة السجن تحول لنا سعد الى شخصية تانية خالص، لانه هو كتير قوي في اللقاءات الاعلامية التلفزيونية كان بيقول احنا بنشتغل وراء الرقصات. هو كان بينتقد نفسه وبينتقد الفنانين او المطربين الشعبيين اللي بيشتغلوا وراء الرقصات. ربما فترة السجن 3 سنوات أو 2 سنوات أيا كانت تغير من الفنان سعد، ويكون دي سعد تاني بعد الخروج من السجن. ده كان ردنا على الأسئلة الكتيرة قوي اللي جات لنا على شبكة عالم مصر، إيه حكاية حبس أو سجن سعد الصغير. انتظرونا في أخبار كتيرة وتحليلات كتيرة على شبكة عالم مصر. كان معكم محمد السيد.